يو دريكي ملي تشوف معكم ارعد فيديو جديد اللي ما ادري عنه واحد الفيديو اللي غيكون مغاير وغونت اللي كنديروا ديما الشباب. وهاد الفيديو هادو راه كنلتجئوا ليهم بعد ساعات الدراري وكنديروه طبعا باش الانسان يعرف شنو داير وشنو كاين في الحياه باش نكون واضحين. واحد البلان الدراري عندنا اللي الضجه دار واحد الضجه كبيره ابار الدراري الاحزاب رجعوا كيحاربوا حزب كيحاربوا بعضهم التراكات ديال طوطو. ما حد يقول هادشي وما حد تيتر الدراري مكتوب راهي نتوما عارفين شنو البلان. البلان اللي قال بن كيران على طوطو ما غتفرجوا مع هاد الفيديو الدراري حتى غتكونوا عارفين كلشي من الازل. بالنسبه للدراري اللي ما عارفينش علاش طوطو دار في اللعيبه ديال البروفيل ديالو في البايو سلغوت اليوم ما غتعرفوا طبعا لان تلقى واحد الاهانه كبيره من رئيس دوله قديمه. الدراري باش ما نعطل عليكم غنبداو وغتشوف معايا الفيديو. نهار اللي جا الحسن الثاني الاخواني ديال المسيره الخضراء ما عيطش على طوطو كيضحكوا فهمتوا بلان بنادم اللي تماك راه كيضحك فهمت كيفاش بنادم اصلا عارف راسو مقود عليه بهاد العبره هادي هو باقي كيضحك على من كيضحك راه على راسو. علاش بلي كان هذا رئيس دوله راه ما كانش كيلتجا لهاد الناس اللي كانوا دابا كيضحكوا فهمتوا بلان باش نكونوا واضحين نكونوا فاهمين كلشي الدراري. شوف انا مثلا ما كيهمنيش كان اخر كبير غينصحني لحقاش هو كبير مني وعنده واحد العقليه كبير مني لا ما عندي كنمشي على حسب الفكره وكنديها على اللوجيك ديالها فهمتوا بلان. سمع هضره اللي كبير عليك تفيدك هذاك الشيء قديم فهمتي انا انا ماشي معاهم فهمتوا بلان مع داك الناس اللي كيقولوا هادشي هذا والحمد لله ماشي في حياتي بخير ما حدي كنشوف واحد الحاجه بالطريقه ديالي اللي قدرت تسلكني فهمتوا بلان. عليها الدراري الهضره اللي غنقول لكم بغيتو ما تديوش عليها بغيتو فهمتي حسبوني غير حماق كندوي لحقاش ما عارفش كيما حسبتوا البلان الدراري انا معاكم شخصيا زين نكملوا الدراري نشوفوا هادشي وما عيطش على امثال طوطو وما عيطش على الصلاقه. نهار اللي جا الحسن الثاني ديال المسيرة الخضراء قال الله والنبي والقران معانا ووزع القران على الناس واحد الحاجه ما كيعرفوهاش الناس امر بتطبيق الشريعه في 350 الانبياء والرسل والله استغفر الله راه كيعرفوهم الدراري غير في الندوات بحال هكا وملي كيكونوا خصهم يوصلوا شي مناصب عليا ديالهم باش نكونوا واضحين. اما ملي كيترسموا رؤساء راه هادشي هذا ما كاينش فهمتوا بلان هادشي هذا ما كيكونش باش نكونوا واضحين. يعني خليك داك الساعه انت موت اخاي الفقير فهمتي بلان انت سير تنبك ما مساليش لك فهمتي انت مريضه الاخت صافي فهمتي موت مع راسك الموت فهمتي بقى غير شويه عطيو لي داك الدواء فهمتي بلان خليوها شويه تموت الموت الباطئ باش تما حنا وقفنا معاها وما ماتش شي داغ يزيد واحد يومين اخر. فهاد المواقف هادو فين كتكونوا باش انت تجي تخرج لينا في التلفازه وانا غنسمع لك الصوت ما كتعبرنيش انت انا فهمتو بلان باش هذا خارج عن نطاق الموضوع ولكن فهمتي انا كنهضر على اساس هضره هادشي هذا راه طرات دابا وما حد كيقص الراب وانا المهم كنت مزك راه انا فن الراب فهمتي بلان كيقيس لي واحد الحاجه اللي كتعجبني انا شخصيا فهمتي بلان واذا كلشي صلاقط فلا كيقيس ديك الطبقه اللي كيتمزكوا الصلاقط فهمتي بلان حيت شنو كيقول لك ما عاد شفتك شباتك يعني ما حد الراب السعد يعني الشغل ديال الصلاقط يعني حتى البوبليك سلقوط فهمتي بلان وانا شي واحد اللي غيهني راه ما شفتي ما كنسمعش حقي واخا يكون المنصب ديالو كما كان باش نكون واضحين. شكون هاد خونا اصلا يعني اصلا ما كنعرفوش هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه معلاش زعما كيسمعوه وعطيه له هاد القيمه كامله فهمت لان فهمتي هاد الناس هادو ملي كيكونوا ملي كيترسموا صافي فهمتي صوتوا عليه غير رجع رئيس دوله ابا راه يرجع رئيس دوله الدراري لمده 5 سنوات الشباب فهمتي هاد 5 سنوات هادو ما غيبانش انت موت فهمت اللي في السبيطار راه تيموتوا ما كاينش دوايا تصاب فهمتي بلان خصك فهمتي خصك يكون عندك احترام في هاد البلاد خصك دميزي فهمتي بلان يعني علاش انا غنسمع عصب واحد طبيق الشريعه الى لقاو جوج تيزنيو تيجلدوهم جاب الله ديك الساعات وهبي كان باقي صغير هادشي صحيح دابا علاش كيضحكوا هما اصلا شو رئيس دوله رجع كلون قلبه ميميه وشوفوا تبدو هادشي لان انتم كنتيو صغار انتم كنتيو صغار هذيك الساعات عارف هادشي ومتبعوا فهمتي ولا ومشيت انا بغيت نمشي باش نتقيد قالوا الطلبه انتم ما تمشيوش هادو هما الناس هادو هما الناس اللي حافظوا على البلاد هادو هما الناس اللي داروا المسيره الخضراء هادو هما الناس اللي ساهموا في الاسترجاع ديال الصحراء
امثال هؤلاء هما اللي كانوا مع يوسف المستشفين، وهما اللي كانوا مع المولى اسماعيل، وهما اللي كانوا مع الملوك العظام والقاده الكبار الذين حافظوا على الوطن. نهار اللي جا اوكي الدراري غنمشيو لهنا، بقاو معنا. شفت يعني سمعتوا سمعتوا بن كيرا شنو قال ياك الدراري؟ غنمشيو دابا لواحد البلان هنا. اوكي غنجيو لهنا، نمشيو لانغراندي طوبو الشباب، بقراق العرق، بوز فلو برمودا، الغراندي طوطو الدراري. ها هو البلان اللي داير سلقوت، فهمتوا بلان؟ يعني هذا هو السيستم اللي دارو، ما عجبش بنادم بزاف. كاين الناس اللي ما عرفوش اصلا علاش دارها، فهمتوا بلان؟ حيت كاين الناس متبعه فريمون طوطو لواحد الدرجه اللي لا يمكن، وجبرهم زعما ما عرفوش شنو البلان شنو داير. اوكي بالنسبه شنو دار؟ طاقه ايجابيه زعما، وما هادو هذا كوتش تاعي في لاصال، هذا انسان هادو هما اللي كيعجبوهم هما. هادشي اللي قال طوطو ابار شنو هنا كوباي رايت الدراري في هادشي هذا. نشوفوا البلانات هنا شنو قال طوطو، هذا بلان ناضي بالرجل. علاش شنو قال طوطو هنا؟ للتوضيح فقط، انا لست تابعا لاي حزب سياسي في المغرب، باش نكونوا مفاهمين. علاش انا نقول لكم الدراري طوطو علاش دار هذا البلان هذا؟ لحقاش واحد الحزب كلاشا البلان ديال طوطو. تخيلوا الدراري حزب كلاش البلان ديال طوطو بالطراكات ديال طوطو، خصكم تشوفوا. اجيو تشوفوا الدراري، افرقعوا الرمان هاد الليله هادي، ما كاينش. ها هو الدراري الفيديو هو هذا، نشوفوا البلان. خاطر عادي انا الدراري، انتم سمعتوا البلان، نعاود لكم اللي ما سمعش. سمعوا الدراري العادية، انتم ما عرفتوا الشباب شنو داير في هذا الشيء. انت الشباب الديمقراطي الاجتماعي صعب، هذا مهزلة، فهمت؟ انا كنشوف هاد العبادة كمهزلة الدراري، فهمت؟ يعني الاحزاب اي بصموا على الفن ديال الراب ولا شي بلان فحال هكا. كاين اللي ما غيجيش طبعا من التفكير ديالي، علاش؟ لحقاش اللي ما غيجيش من التفكير ديالي هو اللي كيتسنى شي حزب اللي يخدم معاه باش يعطيلو 200 درهم في النهار، فهمتوا بلا؟ انا داكشي ما خصنيش الدراري، هذاك الهضر لوجيكم. انا ما غنمشيش عند، ما كنتسناش هاد اللعيبه اصلا، ولو كان خصني ما نخدمش اصاحبي. كتبيع راسك 200 درهم اصاحبي. دابا هاد الناس هادو، دابا نقول لكم واحد البلان، هاد الناس هادو اللي هنا نفرضوا يا هنا في جهه اخر، كاملين غيكونوا عندهم معيشه كامله، وكاملين غيكونوا عندهم حياه سعيده. كومون اصاحبي، واش فهمتي؟ نفقوش راسكم. ابار انا علاش هضرت في هادشي؟ بحكم انا بعيد على البلانات هادو كاملين، هضرت الدراري على هادشي هذا. لحقاش بحال نقول لك قاصوا واحد البلان اللي ما خصوش يتقاص، كانه فهم بعيد على السياسه وعلى بلانات اخرين. لحقاش بن كيران عاود قاص في بلان ديال ولاد الشعب، علاش قاص في بلان ديال ولاد الشعب؟ لحقاش اللي كيسمعوا الراب بصفه عامه هما الدراري اللي ما في حالهم، فهمتي؟ اللي فريمو حيت الراب كيدوي على واحد مستنقع وكيعالج شي مواضيع اللي السياسيين اصلا ضدهم. هادي هي البلان اللي بغيت نقول لكم الدراري. يعني امتى مثلا السياسي غيبغي واحد الرابر كيكلاشي السياسه ولا كيكلاشي الدوله؟ مستحيل، فهمت البلان؟ مستحيل. هادي باش يكونوا واضحين، كيقول لك انت ماشي منا، والسبب هاد الناس ما كيطلعوش في لاصين. طوطو مؤخرا رجع كيشوط في الدولة اصلا، طوطو واخا فهمتي رقم نمبر وان في المغرب ولا بيرسوني وروين، ولكن راه كيحط دي بوش لاين، راه كيشوط فريمون، كيشوط في الدولة. طبعا سي نورمال غيقول له سلقوط، فهمتي؟ وغيقص في ولاد الشعب كامل سلاقيط. فهمتوا بلان؟ وانا باقي نجبد لكم واحد البلانات اخرين نعاود الدراري، غا هو انا كنبغي نتهرب من هاد الشيء هذا، ولكن ما حد غنخرج نهضر وقاص واحد اللعيبه اللي ما خصهاش تقاس، راه اوكي. وواحد البلان اخر الدراري، كما كنقولوا شنو كاين في الدوله؟ الدوله كاين السلم والسلام، دوله المغرب دوله السلم والسلام الدراري، فهمتوا بلان؟ يعني واحد البلان اللي خصو باش نعدلو حنا، ما نعدلوش واحد الفرق ما بين انسان وانسان، انسان ورابور، او انسان
وانسان راه هاد التشهير اشرف الكراندي طوار تشهير فهمتي نقدروا نشوفوا واش يقدر يتشد ولا ضروري يوسف فوريفاي باق عامين فهمتي لا دراري المهم انا كنربح لوجيك فهمتي انا قلت لكم في الاول فهموني غير حماق لا بغيتو فهمتي نجيكم غير حماق ولا ما نعرف المهم الدراري هذا هو اللوجيك ديالي حيت الا جيت نعمق ولا هضرت بواحد تكنيك اخر راه فريمون غنجيبها في راسي ولكن ما حد ديك نهضر بهاد التكنيكات راه سايق وعارف شنو كنخرج الدراهم ضقمي كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو عجبكم هذا الفيديو تمنى تابوناو ديروا جيم خليو داك اللايك فعلوا جرس تما كنخليكم الدراري دابا يلا بيس